بعث رئيس الطائفه الانجليزيه القس اندريا زكي ببرقيه تهنئه لرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبه عيد الفطر المبارك وابدى رئيس الطائفه الانجليزيه عن امله في ان يعيد الله هذه الايام على مصر والشعب بالخير والمحبه والسلام كما بعث ببرقيه تهنئه لرئيس مجلس الوزراء وشيخ الازهر الشريف ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ